هذا الشخص شاف هاي التجربة على الانترنت وقرر انه هو كمان يروح يعملها، فراح وجاب نفس الجاكيت وقرر انه يلبسه. بالفعل هون اول ما لبسه اكتشف انه كان لونه يتغير، فقرر انه يغير اللون كله. ولكن هون اول ما قرر يحط عليه المي بوقتها بيصير شيء. اوكي اصدقائي بنفرجيك شو اللي صار، بدي منك تكتب لي سبحان الله بالتعليقات، وبتحداك انه تحط لايك وفولو باصبعك الصغير، بتحداك انه تقدر نص العالم ما بتقدر. طيب ما بدي اطول عليكم، شوفوا شو اللي صار.